اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وأذكارنا وسائر عباداتنا، ولا تضرب بها وجوهنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه فجأة خير وخبر خير، ونعوذ بك من فجأة سوء ومن خبر سوء. اللهم يا قريبا غير بعيد، ويا حاضرا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، يا غالبا غير مغلوب، يا غالبا غير مغلوب، يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وتعلم بسريرة كل واحد فينا، وتعلم ما نزل بنا من الهم والغم والكرب ما لا يرفعه أحد سواك. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا. اللهم إننا دخلنا بيتك وذكرنا اسمك الأعظم، ورفعنا إليك أيدينا ومددنا إليك أيدينا كما يمد الفقير يده للغني. فيا أغنى الأغنياء، ويا أكرم الكرماء، ويا ألطف اللطفاء، ويا أرحم الرحماء، ويا رب المستضعفين، ويا جابر المكسورين، ويا راحم المسترحمين، ويا صريخ المكروبين، يا صريخ المكروبين، يا صريخ المكروبين. اللهم إنه قد نزل بنا من الضر والبلاء وسفك الدماء ما لا يرفعه أحد سواك، ما لا يرفعه أحد سواك، ما لا يرفعه أحد سواك. تداركنا بلطف من عندك يا فارج الهم، يا فارج الهم، يا فارج الهم. أسرع بفرجك لنا، أسرع بفرجك لنا، أسرع بفرجك محفوفا بألطافك الخفية. الشدة أودت بالمهج، يا رب فعجل بالفرج، يا رب فعجل بالفرج، يا رب فعجل بالفرج. اللهم من أراد بالبلد وأهله خيرا فوفقه للخير، ومن أرادنا بسوء أو ضر أو كرب أو بلية أو أذى فخذه أخذ عزيز مقتدر، خذه أخذ عزيز مقتدر. يا منتصر انتصر لعبادك المؤمنين، يا منتصر انتصر لعبادك الصالحين، يا منتصر انتصر لعباد لك ركعوا وسجدوا. يا رب العالمين، يا جبار الخواطر، يا جبار الخواطر، اجبر بخاطر كل أم فقدت ولدها، وبخاطر كل أب فقد ابنه، وبخاطر كل طفل فقد أمه وأباه، وبخاطر كل زوجة فقدت زوجها، وبخاطر كل كثير. يا جبار الخواطر، الفرج يا الله، الفرج يا الله، الفرج يا الله. شربنا ماء زمزم على نية أن تفرج عنا، وبلغنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: زمزم لما شربت له. يا رب فرجها، يا رب فرجها، يا رب فرجها، قريبا غير بعيد، وعاجلا غير آجل، وعاما غير خاص، فرجا تجبر به بخواطرنا. أشغل الظالمين بالظالمين، خلص الصالحين من بينهم سالمين، لا تسلط على عبد صالح شريرا ولا شيطانا ولا ظالما ولا فاجرا ولا عبدا أنت آخذ بناصيته. مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين، احفظ شباب المسلمين، احفظ شباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وترضى، اللهم شد في أزرهم لما تحبه وترضى. اللهم احفظ نساء المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين، واحفظ أبناء المسلمين، واحفظ شيوخ المسلمين، واحفظ علماء المسلمين، واحفظ مساجد المسلمين، واحفظ بلاد المسلمين، واحفظ أموال المسلمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا خير من سئل، يا خير من سئل، أنت مولانا، أنت مولانا، ترى ما نزل بالبلاد والعباد من الضيق والشدة والبلاء واللأواء. يا الله، يا الله، نعلم أن الذي نزل بسبب تقصيرنا
وبسبب ذنوبنا وبسبب جرائمنا. سامحنا يا الله، سامحنا يا الله، سامحنا يا الله. عاملنا بما أنت له أهل، لا تعاملنا بما نحن له أهل. نبرأ إليك من كل معصية عصيت بها في الأرض، نبرأ إليك من كل شرك أشركت به في الأرض، نبرأ إليك من كل كفر كفرت به في الأرض. اللهم سامحنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تعذبنا فإنك علينا قادر. يا خير المسؤولين، ارحم عبادك الضعفاء، ارحم عبادك الضعفاء. لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا مبتلًا إلا رفعت بلاءه، ولا مريضًا إلا شفيته وعافيته، ولا شهيدًا إلا تقبلته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا جريحًا إلا داويته، ولا مصابًا إلا عافيته، ولا بعيدًا عن أهله وداره وأولاده إلا بالعافية والسلامة إلى أهله وداره رددته، ولا مسجوناً مظلوماً إلا فرجت عنه. يا رب فرج عن شباب المسلمين، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا من نجيت سيدنا موسى في التابوت، يا من نجيت سيدنا يونس من بطن الحوت، يا من نجيت سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم بخيط العنكبوت، نجنا من الظالمين، نجنا ممن أراد بهذا البلد إجراماً وظلماً، نجنا بألطافك الخفية. يا الله 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 يا الله، لمثل هذه الأيام ادخرناك يا رب، يا رب يا رب يا رب فرجها، يا رب فرجها، يا رب فرجها. رحمتك نرجو، رحمتك نرجو، رحمتك نرجو. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. بسم الله على أنفسنا، بسم الله على أولادنا، بسم الله على أعراضنا، بسم الله على آبائنا وأمهاتنا، بسم الله على أصولنا وفروعنا، بسم الله على أموالنا، بسم الله على عقولنا، بسم الله على بيوتنا، بسم الله على أراضينا، بسم الله على أوطاننا، بسم الله على علمائنا، بسم الله على مساجدنا، بسم الله على من غاب عنا من عباد الله الصالحين، بسم الله على من أحبنا وأحببناه في الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لا يضر مع اسم الله شيء، لا يضر مع اسم الله شيء. الله الله الله، لا يضر مع اسم الله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا تحصنا باسمك الأعظم، واحتمينا بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. اللهم فرج الهم عنا، اللهم فرج الهم عنا، اللهم فرج الهم عنا، واجعلنا سبباً في إيصال الخير إلى عبادك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.